مشاهدينا الكرام في لقائنا المتجدد كل يوم الصبح في برنامج هذا الصباح اللي بنلتقي فيه معاكم في تمام الثامنة وبينتهي في تمام العاشرة من صباح كل يوم. لدينا اليوم العديد من الفقرات، سواء الفقرات المحلية أو العالمية، أيضا عندنا حوارات ولقاء في مع صحفي في جولة في صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم. صباح الخير يا محمد. صباح الخير نجلة، صباح الخير مشاهدينا الكرام. وزي ما قالت زميلتي نجلة، عندنا العديد من الحوارات وأيضا عندنا فقرة التواصل الاجتماعي، عندنا أيضا أخبار هنقراها لكم، وإن شاء الله موضوعاتنا تعجبكم النهاردة. نبدأ بعناوين الأخبار. انفجار يهز مبنى المخابرات الحربية بالإسماعيلية ويسفر عن إصابة 6 أشخاص وخسائر مادية، ولا تأثير للانفجار على حركة الملاحة بقناة السويس. الفريق أول السيسي يؤكد مجددا أن الجيش والشرطة على قلب رجل واحد في مواجهة الإرهاب. فهمي والإبراهيمي يبحثان في القاهرة مصير مؤتمر جنيف 2، وعشرات القتلى والجرحى في تفجير واشتباكات بضاحية جرمانة في ريف دمشق. هذه العناوين نتعرف على المزيد من تفاصيلها في موجز لأهم الأنباء وزميلة سنار سعيد. صباح الخير يا سنار. صباح الخير نجلاء، صباح الخير محمد، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى موجز أنباء الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة. أكد رئيس الوزراء دكتور حازم الببلاوي أنه مستعد لإجراء أي تعديلات على قانون التظاهر الذي يسبب حالة من الجدل والرفض بين مختلف القوى السياسية. وكشف الببلاوي في حوار أجراه مع إحدى القنوات الفضائية المصرية الخاصة يذاع اليوم أن قانون مكافحة الإرهاب سيتم خروجه للنور قريبا بعد مناقشته وإعداده من قبل وزارة العدل والجهات المعنية، وسيتم تطبيقه على كافة الحوادث التي ترتكب من قبل كافة الأطراف. نفى اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية ما تردد عن العثور على سيارة أخرى مفخخة بجانب السيارة التي انفجرت أمس بجوار مبنى المخابرات الحربية بالإسماعيلية. وأشار المحافظ إلى أن هناك معلومات أولية توصلت إليها أجهزة التحقيقات في جريمة تفجير مبنى المخابرات الحربية، ولكنه لا يمكن الإفصاح عن أي من هذه المعلومات الآن لعدم عرقلة سير التحقيقات. كان 6 أشخاص قد أصيبوا أمس جراء انفجار سيارة ملغومة بالقرب من مبنى المخابرات الحربية بالإسماعيلية. قال السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن هناك اتصالات مكثفة على جميع المستويات تتم الآن على قدم وساق لعودة السائقين المصريين المحتجزين في ليبيا، مشددا على أن جزءا كبيرا من المفاوضات القائمة لم يعلن عنها حرصا على حياة المصريين هناك. في غضون ذلك، نقلت وكالة أنباء التضامن الليبية أمس عن قائد عملية احتجاز السائقين المصريين بليبيا قوله إنه سيفرج عن السائقين المصريين خلال 48 ساعة على أقصى تقدير، مؤكدا أن عملية احتجاز السائقين المصريين لا تحمل أي بعد سياسي، وطالب بإطلاق سراح المعتقلين الليبيين بالسجون المصرية. تواصل محكمة جنايات القاهرة اليوم جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم. ومن المقرر أن تستمع المحكمة في جلسة سرية لشهادة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق باعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس مصلحة الأمن العام إبان ثورة يناير، وكذلك وزير البترول الحالي شريف إسماعيل، وذلك في شأن الوقائع المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة بالنسبة لعبيد وإسماعيل وقتل المتظاهرين بالنسبة لجمال الدين. كانت المحكمة قد استمعت خلال جلسة أمس إلى شهادة اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة الأسبق واللواء مصطفى عبد النبي رئيس هيئة الأمن القومي في جلسة سرية حضرت النشر فيها لدواعي أمنية. يبحث اليوم المبعوث الأممي العربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي بالقاهرة جهود عقد مؤتمر جنيف 2 الذي يهدف إلى إيجاد حل للأزمة السورية. كان الإبراهيمي قد عقد أمس جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الدكتور نبيل فهمي، وجدد فهمي عقب اللقاء على موقف مصر وتأييدها الكامل للحل السياسي للصراع السوري الذي يحافظ على وحدتها كدولة وعلى صيانة أراضيها. من جانبه أشار الإبراهيمي إلى بذل جهود حثيثة من قبل جهات مختلفة على المستوى الدولي والإقليمي لعقد مؤتمر جنيف 2 حول سوريا.
نصل بذلك إلى ختام موجز الأنباء، هذه عودة مجددا إلى هذا الصباح مع نجلاء ومحمد، صباح الخير. شكرا سينار، وأهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام في هذا الصباح. بعد موجز الأخبار في عدد من الموضوعات اللي هنتكلم عليها، يمكن أهم هذه الموضوعات ومن ضمن هذه الموضوعات موضوع الإسلاموفوبيا أو المكافحة، المؤسسات المعنية بمكافحة إزدراء الأديان بتعقد اجتماع في جامعة الدول العربية. هذا الاجتماع يعني بيكون هو الاجتماع التنسيق الأول لهذه المنظمات والمؤسسات، وأكدت سامية بيبرس مديرة إدارة الثقافة وحوار الحضارات بالجامعة العربية أن الاجتماع بيأتي في إطار الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لمكافحة إزدراء الأديان بشكل عام والدين الإسلامي الحنيف بشكل خاص. ويأتي ده أيضا وسط التصدي لظاهرة تطاول بعض وسائل الإعلام الغربية على رموز الإسلام والدين الإسلامي. سامية بيبرس أكدت أيضا أن مثل هذه الإساءات بتتنافى مع القيم والمبادئ اللي تضمنتها المواثيق الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان، خاصة ميثاق الأمم المتحدة. لفتت النظر أيضا إلى ما شرعت فيه الجامعة، جامعة الدول العربية مؤخرا، من حيث إعدادها مشروع قانون عربي استرشادي لمنع ازدراء الأديان في الفترة القادمة. الدكتورة فاطمة خفاجة رئيس مكتب شكاوى المرأة والتابع للمجلس القومي للمرأة قالت خلال جولة أوروبية وأمريكية أن الطريق إلى بناء علاقات متبادلة وبناء بين الدول وبين مصر بالذات ودول العالم يجب أن يقوم على المساواة واحترام إرادة الشعب المصري دون استخدام المساعدات كورقة ضغط على الشعب المصري. ده كان يا محمد في بيان قدمه المجلس القومي للمرأة في القاهرة بالأمس بعد هذه الجولة التي قامت بها دكتورة فاطمة خفاجي في عدد من الدول الأوروبية. والبيان أوضح أن رئيسة مكتب شكاوى المرأة التقت في مدينة لاهاي مع وزيرة التعاون الدولي الهولندية ليليان بومن، والتقت أيضا بأعضاء من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الهولندي. هذه اللقاءات تناولت الوضع في مصر وكيف أن ما حدث في ثورة 30 يونيو كان موجة ثانية من الثورة وليست انقلابا عسكريا كما حاول البعض وخاصة من تنظيم الإخوان إشاعة هذه الإشاعة التي لم يكن لها أي أساس من الصحة. في واشنطن دكتورة فاطمة خفاجي اجتمعت بعدد من ممثلي وزارة الخارجية الأمريكية وتناول الاجتماع مناقشة قضية الدعم الأمريكي، وأكدت خلال هذا الاجتماع أنه لا يجب استخدام قضية توقيف المساعدات من أجل تهديد الشعب المصري أو عقاب الشعب المصري بهذه التهديدات. وإحنا بنتكلم عن الثورة وعن يعني ما حدث في الثورة وبعد الثورة، يعني في مشروع قانون تنظيم التظاهر واختلفت آراء وتباينت آراء كل القوى السياسية حول هذا المشروع تنظيم حق التظاهر والمعروض على الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور. زي محمد ما بيقول ان البعض بيرى ان هذا القانون يعني بيرفض هذا القانون جملة وتفصيلا، ولكن البعض الاخر بيقول انه لابد من اقرار هذا القانون، هذا قانون التظاهر لابد من اقراره حتى يتوقف العنف اللي سائد في الشارع المصري حاليا. نتابع معكم هذا التقرير ونعود اليكم مرة اخرى. مواقف ورؤى متباينة تعرب عنها القوى السياسية المختلفة بخصوص مشروع قانون التظاهر المعروض على الرئيس المؤقت عدلي منصور بهدف إقراره. مؤيدو القانون يؤكدون على حتمية إقراره في الوقت الراهن لمواجهة ما يرونه خروجا عن النص عبر ممارسة أعمال عنف خلال بعض المظاهرات التي يتم تنظيمها بين الحين والآخر. لكن من وجهة نظر خبراء فلا بد من اتفاق القانون مع الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها مصر. ليس هناك خلاف على أن الحكومة المصرية تحتاج الآن إلى قانون جديد ينظم الإضراب والاعتصام، ولكن يجب أن يكون هذا القانون متوافق مع الاتفاقيات التي وقعتها مصر والتي تؤكد على حق التظاهر السلمي وحق الاعتصامات. مصر وقعت بالفعل على العديد من الاتفاقيات، الملاحق الخاصة بالأمم المتحدة، الملاحق الخاصة بحق الإضراب وحق التظاهر وحق الاعتصام.
المعارضون على الجانب الآخر ومن بينهم حركة السادس من إبريل وتمرد يرون في القانون عائقا أمام ممارسة المواطنين أبسط حقوقهم ممثلة في التظاهر دون ما الخوف من عقاب، وهو نفس الرأي الذي يذهب إليه بعض المراقبين. المشكلة الحقيقية أن الموجود حاليا مؤسسات مؤقتة، بمعنى أن ما تمش تثبيت مؤسسات حقيقية زي مجلس الشعب عشان يتم مناقشة هذه القوانين بجدية ومن جميع الأطراف، بحيث أن ما فيش طرف لوحده هو اللي يتخذ قرار. التباين ذاته في الرأي ينعكس على المواطنين في الشارع، فيما بين مؤيد للقانون ومعارض لعواقبه. ده شيء كويس في حد ذاته، ولكن بما لا يضر المواطن نفسه. يعني بقى من حق المواطن، مش عشان اصدرت قانون لسن التظاهر ان انا اقيد التظاهر للمواطن. نطبقه زيه زي اي دولة، المدة وتصريح من الشرطة والبعد عن المكان، وما يكونش فيه عطلة للمواطنين وعطلة الخدمات التي تقدم للمواطن. وينص قانون تنظيم التظاهر على حتمية إبلاغ منظم المظاهرة أجهزة الأمن موعد وعدد المشاركين بها، فضلا عن التزام المتظاهرين بالبعد عن المنشآت الحكومية بمسافة لا تقل عن 50 مترا. ورفعت حكومة الدكتور حازم الببلاوي مشروع القانون إلى الرئيس المؤقت تمهيدا لإقراره بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء. محمود الصياد، النيل. بدأت وزارة التضامن الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية ومحافظة الجيزة أمس في توزيع المساعدات العاجلة على أهالي قرية الجمال اللي تضرروا بعد انهيار جسر ترعة الصف في مركز ومدينة الصف، وده كان بحضور الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن والتأمينات الاجتماعية وبعض المسؤولين بالمحافظة. الدكتور أحمد البرعي قال إن الوزارة وزارة التأمينات الاجتماعية قررت بالأمس صرف 2000 جنيه لكل أسرة متضررة بصفة مؤقتة، بالإضافة لتوزيع 500 بطانية من الشؤون الاجتماعية لكل أسرة بعدد أفرادها. ونوه أيضا أن عدد من الجمعيات الأهلية قامت بتقديم بعض المساعدات للأسر والأهالي بتشمل ملابس ومساعدات عينية. وأضاف أيضا دكتور أحمد البرعي وزير التضامن والتأمينات الاجتماعية أن جمعية الهلال الأحمر ستقوم اليوم بتوزيع 1000 جنيه لكل أسرة متضررة، وأن سبب تأخير صرف التعويضات كان بسبب إغلاق البنوك في أجازة عيد الأضحى المبارك. وقرر أيضا الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة صرف 2000 جنيه لكل أسرة متضررة بإجمالي 100 أسرة، وبدأت بالفعل محافظة الجيزة بالأمس في صرف هذه التعويضات لهؤلاء الأسر المتضررين في محافظة الجيزة. موضوع آخر مهم جدا هو موضوع الأمن الغذائي في مصر، يعني موضوع زراعة القمح والاهتمام بزراعة القمح، حيث يبدأ الشهر المقبل موسم زراعة القمح. استعدت وزارة الزراعة والاستصلاح الأراضي لهذا الموسم من خلال يعني تحديد عدد من الحبوب عالية الجودة والمنتقاة وزيادة المساحة المنزرعة ورفع كفاءة التخزين لتقليل الفاقد. وزارة الزراعة إصلاح الأراضي توقعت في بيان أصدرته إنتاج أكثر من 9 ملايين إردب بتغطي حوالي ثلث احتياجات السوق المحلي من خلال زراعة 3.2 مليون فدان، بزيادة نحو 300 ألف فدان من عن الأعوام السابقة. البيان كشف أيضا أنه ستتم مضاعفة طاقة التخزين الحالية 1.5 مليون طن لتصل إلى 3 ملايين طن من خلال إنشاء 35 صومعة جديدة. يعني من ناحية أخرى الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أكد أنه بيجرى حاليا تطوير خريطة الاستثمار الزراعي في مصر من أجل تلبية احتياجات الدولة من الاستثمارات الزراعية، وأيضا إفساح المجال أمام الشركات الاستثمارية في تصدير حاصلاتها الزراعية بعد سد احتياجات السوق المحلية في مصر. أعلن محافظ البحيرة اللواء مصطفى هدود أنه بيتم حاليا دراسة إنشاء تجمع سكني متكامل من مباني وطرق ومواصلات في منطقة وادي النطرون.